كابتن فضل، في وجهة نظرك موضوع رمضان صبحي إدارته كانت جيدة أم سيئة فيما يخص موضوع المنشطات؟ يعني من قبل الاتحاد؟ لا، سيئة طبعا. سيئة. سيئة. أنا ما ينفعش أطلع أعلن. يعني أنت عندك في مؤسسة هي اللي يتم الإعلان، في محاميين، في لعيب ومستقبله، وممكن اللعيب ده يطلع في الآخر يعني مظلوم وارد، وممكن يطلع يعني ممكن يجني عليه، ممكن يطلع اللعيب ده يتم العقوبة، ويمكن العقوبة 4 سنوات لغاية حتى الآن، ممكن العقوبة تقل، ممكن العقوبة تتشال، ممكن العقوبة يبقى يعني خلاص يتم ثبات هذه العقوبة. لكن أنت كمسؤول، لا، المسؤول هو مسؤول، فأنت مسؤول عن كلامك، تصرفاتك، كل حاجة. فأنا شايف يعني أتمنى أن رمضان ما يكونش مذنب، أتمنى أن حتة حياة لعيبة الكورة ومنشطات والكلام ده يبقى صعب قوي.